نيجي النهارده نتكلم الحوار اللي قلب الفيس. نادير مكاوي، من هي؟ ماذا تكون نادير مكاوي دي؟ دي واحده يا باشا عايشه عيشه مستقله، اللي هم عارف انت الناس المتحرره بيقولوا صحفيه. حبت واحد تمام، الله اعلم اتجوزوا عرفي ولا كانوا في علاقه بدون جواز، ومش هتفرق كده كده العرفي عامل زي العلاقه اللي من غير جواز. المهم عمل معاها السليمه، البنت جابت الواد. ده نعرف البنت لا مؤاخذه الشمال تمام، يعني لا قدر الله ان هي شمال بتعمل ايه؟ في بطنها بتسقطه. دي لا، دي اصرت وعندت وكبرت ونزلت الواد. الواد ملوش ذنب تمام، بس هي برضه نزلت الواد. لا والاوسخ من كده، يعني اذا ابتليتهم فاستتروا. لا دي ما استترتش، دي راحت مصوره ومنزلك على الفيس اول مظهر سنجل في مصر. فاك يو يا مصر. اديكي اتفضحتي واتشرط لك وكله بقى عمال يتكلم. دي بقى ايه يا باشا؟ بتشجع الناس على تبقى يعني كل مش عارف، انت عايزه كل البنات مثلا يبقوا مظهر سنجل ويقلدوكي؟ ها فهميني بس عشان افهم، عشان الجمجمه تشتغل. انا نفسي اعرف الواد ده لما يكبر، ابنك ده لما يجي هزر واحد مثلا يقول له ياد يا ابن الحرام، زميله هيبص له يقول له بلاش انت يا زميلي، الواد هيتجرح لان هو بجد بلاش انت. انا مش عارف، والحوار انتشر بين البشر. انا مش عارف، والناس اللي واقفين معاها اللي هم بتوع التحرر وعلم المرأة وعلم البرأة وسيكو سيكو.